المدني بمنطقه سيدي معروف اقامه باشكوك. خويا هذا المشكل ديال هذا الرومبو ديال المدار القرعاني اللي معروف هذا الشارع بشارع القاضي عياض مسدوده دابا اكثر من 4 شهور من رمضان بسبب الاشغال ديال الحافلات الكهربائيه. حنا كان كيحسب لينا بان كاين فيها الاشغال، هي مصلوحه الطريق مصلوحه، ما عرفناش حتى الان علاش هذيك الحواجز الاسمنتيه اللي محطوطه تما اللي كتشكل واحد العائق كبير على السائقين على مستعملين الطريق، خصوصا اصحاب السيارات اللي كيبغيو يمشيو جهه السور المعلق، بلا ما نذكروا الاسماء ديال الشركات، كيبغيو يهبطوا حدا السور المعلق تقدر تسهل السيلوله. دابا كلشي كيمشي للرومبو ديال المستقبل اللي عليها واحد الضغط كبير، لا الا لاحظتي واحد الضغط كاين تما كبير. دابا حنا اكثر من شهر وحنا كنتصلوا بمسؤولين كممثلين المجتمع المدني، درنا اتصالات بالسلطه المحليه بشرطه المرور، قال لك لا تما تتوقع علينا حوادث سير. هنا هذه كانت رومبو كيستعملوها الناس باش كيهبطوا هنا من حدا المسجد القرعاني كيمشيو للسور المعلق، او الناس اللي جايه من اللي غادي تخرج من هنايا غادي تخرج لعزبان كانوا تيستعملوا هذه الطريقه. دابا هذا المشكل هضرنا عليه مرارا وتكرارا، لحد الان ما كاينش الحل. حنا بغينا هاد الناس يهبطوا معنا للتيران يحيدوا هاد الحواجز الاسمنتيه باش الناس تسهل عليهم، يسهل على مستعملين الطريق، يسهل عليهم الولوج لهاد الشارع، هاد الشارع القاضي عياد، باش يوصلهم للسر المعلق. اذا كنلاحظوا حتى الراجلين هنا كيلقاو صعوبه. حتى الراجلين اخويا عندنا واحد مدرسه ابتدائيه سلمى الفارسي كيقراو فيها الوليدات كيتراوح الاعمار ديالهم من بين 6 سنوات، وكاين تراود اطفال التعليم الاولي ما بين 4 سنوات حتى 12 سنه. فملي كيكون الوقيته ديال 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 المدرسه كنلقاو واحد المشكل كبير مع مستعملين الطريق. حنا كنتمناو ان المنتخبين يواكبوا هذا العمل اللي كتقوم به هذه الشركه اللي حنا ما عرفناش شكون اللي مفوض ليها، واجي مجلس المدينه ولا الجهه، يهبطوا يواكبوا دفتر التحملات الاشغال فين غادا بطبيعه الحال بواحد الشراكه مع الشرطه ديال المرور، باش من بعد ان شاء الله ملي ينجح هذا البروجي يكونوا واحد الممرات ديال الراجلين، يكونوا الاضواء ديال سميتو لي فيروج، يكونوا الرادارات باش يخفوا من السرعه ديال بعض السائقين المتهورين اللي كيستعملوا الطريق. واحد راك عارف الناس كتسوق باكثر من 40 وسط المدينه راه حشومه. دابا حنا بغينا هاد الحواجز، الحل الوحيد هو هاد البلاصه تتحل. انت كما كتشوف راه مصيبه، ما فيها لا حفاري لا والو، الامور مصيبه، الشانطي مقاد على الساد ديالو ما عرفتش. هاد المشكله اخويا كنعانيو منه من قبل من رمضان، عاد شحال تاع الكسيد كيطراو سادين هاد البلاصه وحالين بلاصه اخرى، انتيردي كيدخلوا منها الطوموبيلات، ومازال على هاد الشيء كاينين الناس اللي عندهم ولادهم كيقريهم كيدوزوا من هاد البلاصه، راه كانوا حابسين هاد البلاصه كامله. كانوا كيدوزوا الناس بوليداتهم كيقطعوا تخيل كيقطعوا الباريال ها هو المحطه كيقطعوا فيهم حشومه هاد الشيء. عاوتاني البارح كانوا شي جكسيد هنا بنادم عرفتي كيمشي من هنا وكتما راجعين من هنا، شي جماطر البارح تاو من هنا، وفي الليل عاوتاني كانوا شي 3 طوموبيلات مخبوطين هنا. هاد المشكل راه خايب، راه كنطلبوا من السلطه المحليه دير خدمتها بزاف، ولا كيجي ولا كيجي ولا كثرت الكسيد اكثر من الغياب.